نرجع تاني مع بعض وهنسمع يعني كواليس من جوه قوي بالنسبه للاهلي اللي بالنسبه للزمالك اتحاد الكوره وموضوع بيع الدوري المصري للتلفزيون المصري. هنشوف يعني اسلام صادق عنده كواليس والاستاذ احمد الخضري. طبعا بسلم عليكم في البدايه. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك؟ منورين. منورنا. منور يا اسلام. ازيك يا استاذ اسلام؟ ازيك كابتن؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس. انت بتكتب ايه يا استاذ اسلام؟ لا ولا حاجه. دايما كده كل ما اجي اقدمك على مدار تاريخنا في كره كل يوم عليك بتكتب حاجه. بتكتب ايه؟ بكتب. وانت بتعمل نفسك يعني معلومات كتير بقى. بكتب بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام عليك، افحمتني. طيب ناخد اول موضوع وهو الموضوع الاهم خلال الفتره اللي فاتت، اشتراك النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. يعني المستوى الفني اللي ظهر بيه النادي الاهلي، الخساره الكبيره اللي خسرها امبارح من فريق مونتيري 5-1 وقبليها من نادي جوانزو الصيني. ايه الاسباب اللي ادت من وجهه نظركم للخسارتين بالنسبه للنادي الاهلي يا استاذ؟ الاول كل سنه وانتم طيبين، يعني خلاص 10 ايام والسنه تخلص. بقول بس كل سنه وانتم طيبين كلنا ومصر كلها طيبه، واللي يا رب يا رب 2014 تبقى غير 2013 2012 2011 عشان خلاص كله تعب يعني. ان شاء الله تبقى سنه سعيده على المصريين كلهم يعني ان شاء الله. نقول الاهلي طبعا، انا هي المشكله ان كان الاهلي رايح بطموح وتصريحات للعيبه غير منطقيه غير مبنيه على اساس. قلنا كتير قوي لازم نفرق البطوله الافريقيه وبطوله انديه العالم يا جماعه، وانا قلتها معاك هنا كابتن كريم ثلاث اسابيع تقريبا. دي البطوله الافريقيه دي وهم كبير، يعني انديه ما فيش لعيبه محترفه بالمعنى الكلمه، انديه يعني على قدها، فما تتخدعش ان الاهلي خدوا البطوله دي. لا ده مش شرط. فهو من هنا جه الاحباط بتاع الناس. لكن انت لو اتعاملت بعقلانيه، عملت ان انت ما عندكش نشاط، متوقف النشاط بقالك 3 سنين تقريبا، ما فيش بطوله بتكمل، تقول ان الاهلي معذور. يعني من وجهه نظري ان الاهلي ما عندوش ادوات ان هو ينجح بيها. مفيش ادوات. هتنجح ازاي وانت ما فيش عندك نشاط، وانت بتروح تلعب مع فرق جاهزه وعندها مباريات وانديه وعندها يعني وفرق يعني ابطال عالم. فرق يعني ابطال قارات. لا فرق تقيله بقى. مش ما بقول لك ده تاكيد ان البطوله الافريقيه دي، لا وهم كبير. مستوى مختلف. لا وهم، ما زلت مصر ان هي بطوله الانديه الافريقيه. هي مش وهم، هي دي البطوله اللي احنا. لا ما هو انت يعني قول لي فرق كبيره الانديه المصريه بتنافس عليها. ما فرقه صعبه تقف. ايوه ما هو انت يبقى المنافسه مستويات مختلفه ما بعدها طبعاً. عشان انت مع المنتخب ما هي لعبت الاهلي، هي لعبت مع المنتخب، بتفرق مع المنتخب وبتفرق مع تلعب مع انديه كبيره. فانا كنت يعني انا عن نفسي كنت متوقع ان الاهلي يعني هو سادس خامس يعني. قصه مش تبعد عن كده خالص. لكن احنا انا في البدايه لازم اقول ان الاهلي ان في توقف النشاط، ان الاهلي معذور، بس ده لما يمنعش ان في اخطاء، في حقائق اثبتت ان الاهلي خلاص بقى فريق النجم الاوحد، ان ابو تريكه بيخرج او الكلام ده خلاص. فرقه ما بتليش الفرقه في الشوط الثاني. الاهلي اهم قصه في الموضوع ان الحكايه برضو، انا بعيد بتكلم بعيد عن الفني. واضحت انها كبيره شويه على محمد يوسف، بمعنى انا ما بقللش منه. لا انت بان في الماتشين الاخرين. لا انت بتلعب مع الفرقه زي دي بيبان. هو المدرب بيبان في بيبان في الماتشات الصعبه في المواقف الصعبه، ان انت تبقى مغلوب 4. طب انا هعمل ايه؟ انا ما العب مع فرقه كبيره، العب جيم مفتوح ولا اقفل؟ جوزيه نفسه اما كان بيبقى ماتشات كبيره زي دي بالله بيلعب بثلاثه ديفندر ويقفل والكلام ده. انت بس هو حظه وحش برضه كابتن محمد يعني. برضه ايه، انا مش عايز اضغط عليه جامد. انا مش بضغط عليه، ان هو انا فاهم ان هو برضه حصل له اثناء البطوله وقبل البطوله مباشره شريف عبد الفضيل وسيد معوض الاثنين الجناحين بتوعه الاساسيين اثناء البطوله. محمد ابو تريكه النجم الاوحد زي ما انت بتقول اصيب. تمام. فدي حسام عاشور الهاف ديفندر الاساسي هو اللي فرق. حسام عاشور وليد سليمان بيلعب وهو متعور. لا هو وليد سليمان من ساعه ما جه النادي الاهلي هو بيلعب ماتش وماتشين لا وهكذا. لكن اللي فرق فعلا جدا مع الاهلي حسام عاشور. انا بقول ايه، ان الاهلي لا كان يلعب على قده، مش تقليل من النادي الاهلي. انت بتلعب مع فرقه بطوله مفتوحه يعني. تلعب جيم مفتوحه مع مين وباين؟ لا انت تقفل على قده، ما تقفل على قد ما تقدر. جوزيه كان بيلعب مع الاهلي والاهلي كان جيل غير ده، كان جيل كبير ولاعيبه اقوى واسرع وسن اصغر والكلام ده. كان انت بتشوف الجيم اللي قدامك، انت بتقلل العمليه وبتلعب على قدها. لكن انت فتحت، لا العمليه كبيره. انا مش بقلل من الكابتن محمد يوسف اطلاقا خالص. بس انا بقول هي برضو بتيجي من الخبره. ما هي اصل القصه احنا بنيجي زي الافلام، يقول لك موجه افلام شباب، مدربين اديها مدربين شباب. لا ما هي تتراكم الخبرات بيجي لك. انت في ماتش زي ده بعد 2-0 بعد 3-0 انت تعمل ايه؟ انت الاحساس كان موجود امبارح للعيبه الاهلي ان هو عايزين الماتش يخلص، بيقول لك يلا يعني قبل ما يبقى 6 او يبقى 7. لا مش ده الاهلي اللي هو بطل مصر وبطل افريقيا. فانا اكرر وفي اول كلامي وبحب بدات بيه وانهي بيه، ان برضو الاهلي معذور، ان الاهلي ان مفيش نشاط، ان الاهلي ما عندوش الادوات اللي هو يقدر ينجح بيها. اسلام ايه رايك برضو يعني في النادي الاهلي في البطوله والاسباب اللي ادت لظهور النادي الاهلي بهذا المستوى في بطوله كاس العالم؟
شوف انا متفق مع معظم اللي قالوا الخضري في تحليله، لكن فكره توقف النشاط من عدمه ده انا ما بعترفش بيه، لان في النهايه احنا كان الاعلام بيهلل لفوز النادي الاهلي وبيعتبره ان هو اعجاز فوزه ببطوله افريقيا. اللي انا بشوفها من وجهه نظري ان هي بطوله ضعيفه جدا، ان يحتكرها زيها زي الدوري المحلي، يحتكرها فريق واحد، ده بينم على ان الكره الافريقيه المحليه الداخليه غير متطوره بشكل كبير. الى جانب زي ما بقول لك ان مصر عموما الكره المصريه بتفتقد للاعبين الدوليين بعد نهايه اللي هو او كبر سن الجيل بتاع ابو تريكه، او الجيل اللي خد الثلاث بطولات والجيل في نفس الوقت اللي كان بياخد بطولات للنادي الاهلي. مسألة الجهاز الفني محمد يوسف، لازم محمد يوسف يكون عنده قماشة بنفس اللي كانت مع مانويل جوزيه عشان تقدر تحكم عليه أو تعمل مقارنة. تعمل مقارنة. فمحمد يوسف بعيد تماما عن أننا أن أنت تحكم عليه بفشل في بطولة العالم للأندية بمنتهى الأمان. لما تيجي تقارن ما بين اللعيبة اللي كانت مع مانويل جوزيه واللعيبة اللي كانت مع محمد يوسف، لا، هناك فارق شاسع ما بين الجيلين أو اللاعبين أو الفريقين. ممكن تكون برضو يعني في أسماء مشتركة، ولكن خلاص أسماء، لا يعني أسماء الجهد بتاعها قل في نفس الوقت. أنت النهاردة زي ما قال الخضري، أول مرة تشعر أن النادي الأهلي فريق النجم الأوحد وهو أبو تريكة. بخروج أبو تريكة في مباراة جوانزو وعدم مشاركته في أولا، بخروجه في الشوط الثاني في مباراة جوانزو، لم تشعر بأي تواجد هجومي للنادي الأهلي نهائي. إلى جانب نفس الأمر بالنسبة للمباراة بتاعت مونتيري، ما تلاقي ان اللعيبه جوه الفرقه تحسها ان هي فكه، ما فيش تمركز سليم، ما فيش انسجام ما بين اللاعبين، ما فيش الهارموني اللي موجود اللي كان بيعمله اللاعب الاوحد اللي هو ابو تريكه. كنا بننتقد نادي الزمالك فتره من الفترات ان هو كان بيعتمد على شيكابالا بس، خرج شيكابالا ما فيش نادي الزمالك، تالق شيكابالا نادي الزمالك هو شيكابالا، وكنا بنقول دوت. علشان كده النادي الاهلي هيواجه ازمه كبيره جدا خلال الفتره اللي جايه في حاله اعتزال ابو تريكه. بقول في حاله اعتزال ابو تريكه لان كل شيء وارد، وقد يتراجع اللاعب عن الاعتزال. في نفس الوقت زي ما بقول لك، اصبح النادي الاهلي مطالب دلوقتي ان هو يعقد صفقات جديده بنفس حجم الصفقات اللي ابرمها في 2004 لما جاب عدد كبير من اللاعبين اللي وقفوا النادي الاهلي لمده 5 سنين او 6 سنين. الى جانب دايما كنا بنتكلم على المنظومه، لما تيجي أول حاجة تطلع تتكلم فيها عن النادي الأهلي تقول إدارة النادي الأهلي. إدارة النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت وبعد الفوز بالبطولة الإفريقية تفرغت تماما للصراع مع طاهر أبو زيد وزير الرياضة، وتفرغت تماما للشكوى، شكوى وزارة الرياضة في اللجنة الأولمبية، وتوجيه الرأي العام لمسألة 8 سنين واللايحة ومش اللايحة والقانون، وابتعدت تماما أو أبعدت تماما فريق الكرة عن تحفيزه وعن مساندته في بطولة العالم للأندية، وكأن التأهل لبطولة العالم للأندية خلاص، وكأن قصة تكريم الفيفا للنادي الأهلي بأن هو شارك لمدة 5 مرات في بطولة العالم للأندية ده أقصى طموح النادي الأهلي. وعلى اعتبار ان هو اذا الجهاز الفني تحديدا، وانا بكلمك بمنتهى الأمانة، ملوش اي علاقة اذا كنت هتحمل رقم واحد
المسؤولية تحملها لحسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في المستوى المتراهل والأداء السيء اللي ظهر عليه النادي الأهلي، لأن النهاردة اللعيبة حسوا أن رئيس النادي ومجلس إدارة النادي بعيدين تماما عن الفريق. شعرت لأول مرة أن النادي الأهلي زي نادي الزمالك بالظبط، صراعات إدارية ومشاكل وخلافات وخلافات على مصالح شخصية وخاصة ببند الثمان سنين تحديدا. الفيلم اللي الكرة المصرية والرياضة المصرية عايشاه في الفترة اللي فاتت بسبب بند الثمان سنين. النادي الأهلي عايز يلغي البند ده. طبعا الصراع مع اللجنة، الصراع مع الصراع مع طاهر أبو زيد. الصراع مع طاهر أبو زيد هو صراع إداري خاص ببند الثمان سنين وصراع شخصي أيضا، لأن طبعا الخلافات قائمة بين طاهر أبو زيد وحسن حمدي، وأنا كنت حاضرها أيام لما كان طاهر أبو زيد عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي 2005، وفترة من الفترات أو في اجتماع من الاجتماعات كان طاهر أبو زيد اتخانق مع حسن حمدي وخلع له الجاكيت، وتحديدا لما حسن حمدي قال له يا طاهر اسمع أنا بنقل لك، اجتماع كان في 2005 قال له أنا اسمي الكابتن طاهر يا حسن، ده كان رد. بس خلي بالك نفس القصة كانت برضه خلافات مع المهندس حسن صقر، خلافات مع العمري فاروق. أنا بكلمك الصراع أزيد. أنا قلت لك الصراع إداري يعني وشخصي. الصراع مستمر وشخصي. بقاله فترة مش قصة طاهر أبو زيد بس. أنا بكلمك ما هو زاد، أنا قلت لك الصراع هنا منقسم لشقين، صراع إداري وهو مستمر مع أي وزير هيفكر إن هو يطبق بند الثمان سنين، واللجوء للجنة الأولمبية الدولية واللجوء للاتحاد الدولي وشكوى وزارة الرياضة، ومش مهم بقى تجميد النشاط، مش مهم الدوري يتلعب. فكرة النادي الأهلي عامل أزمة حقيقية بالنسبة للرياضة المصرية ثمان سنوات بسبب 8 سنين بسبب المصالح الشخصيه والاستمرار. ابو تريكه وائل جمعه هياخدوا قرار بالاعتزال ولا شايف الامور ايه يا استاذ؟ لا ده لازم يعتزل الاثنين، ده لازم اجباري. الاهلي لازم يجدد في كل حاجه، لازم يجدد في الاداره زي ما اسلام بيقول، لازم يجدد في اللعيبه. معظم اللعيبه اللي هي كبرت خلاص، اصل هي كان يبقى حسن شحاته والخطيب وفاروق جعفر الناس دي كلها لازم تلعب لغايه دلوقتي. خلاص انت عايز ايه؟ انت حققت كل البطولات، مش هتستنى كاس العالم اللي جاي؟ هتستنى ايه يعني؟ انت لازم هي تيجي من اللعيب، وواضح طبعا اللعيبه خلاص كبرت. انا ابو تريكه تحديدا عشان الناس بتاخدها يعني بميت حساسيه، هو قراره بس خلاص، انت هو اللاعب صاحب قراره يعني، مش لازم ان هو يستنى ان احنا بقى نقول ايه لا لازم يرجع لازم. ما هو انت مش هتفضل برضو نادي بحجم جماهير الاهلي لعيب النجم الاوحد. كابتن ابو تريكه دخل نفسه في متاهات وقاعد برضو حاجات سياسيه والكلام ده، واضح ان برضو كان بره التركيز يعني. الكوره في جوانز اللي هي اول كوره دي عدم تركيز. انا مش راجل كوير، بس انت ممكن تقول لي اللي هي الجون اللي ضيعه ساعتها كان يعني قالوا ان الشمس في الملعب كان هو ياما لعبنا في الشمس، ياما لعب في الشمس، هو لو نزلها في ارض جون يعني واخد بالك. بس هي قصه عدم تركيز ودخل نفسه في متاهات يعني عشان يعني ككره زي دي بتبقى سوء توفيق. بغض النظر كناحيه فنيه، انا بقول ان لازم تجديد. معظم الفرقه لازم تتجدد ولازم. طب هل النادي الاهلي عنده قدره ماليه ان هو يجدد ويجيب صفقات؟ ما ده اللي كنت اقوله اسلام. لا طبعا اسلام زي ما بيقول تقدر تعوض اللعيبه الكبار دول. مش طبعا فيش طبعا اللعيبه، ما خلاص احنا اول مره بنشوف الكابتن محمد يوسف امبارح بيتكلم على الفلوس برضو. تعرف ان لعيبه النادي الاهلي جانب نوعيه اللعيبه طبعا. تعرف لعيبه النادي الاهلي يا اسلام واستاذ احمد يعني ما خدوش فلوس بقى لهم سنتين، بياخدوا بس اللي هي الاقساط الشهريه للعقود، لكن تمام. مقدمات عقود اللي هي البلوكات الكبيره تمام. في العقود ما بياخدوهاش. حد كان يعرف حاجه؟ لا محدش كان يعرف حاجه. انا بقول لك ما هي قصه زي ما اسلام بيقول برضو ان خلاص الاهلي بدا بقى كتاب مفتوح. كابتن محمد يوسف اول مره المدير الفني الاهلي بيتكلم بيقول احنا بناخدش فلوس واحنا عندنا مشاكل والكلام ده. طيب هي دي كلها المشاكل دي موجوده على الكل، الاهلي اوله. فانا بقول ده لا يمنع ان لازم يبقى في تجديد. عمر الاهلي ما هيجيب صفقات زي اللي جابها. الاهلي خلي بالك اللي برضه محدش واخد باله منه او اللي بياخد بالهم منهم بيطنشوا. الاهلي مع انه كان بيجيب اربع صفقات كويسه كان بيجيب 10 صفقات فاشله، لكن برضه محدش كان بيتكلم. فهو كان ليه؟ كان ان في فلوس ما فيش مشكله، ده ب $600,000 ده مش عارف كام، ده القصه مش باينه. انت بتاخد بطولات وبتكسب وبتاع ما فيش اي مشكله. طول ما انت كفرقه بتاخد بطولات ما حدش يقدر يفتح بقه. هات 100 لعيبه مش مشكله، 100 لعيب وخد منهم 10 في سنه من السنين جابوا لعيبه مصر كلها كابتن المنتخب الاولمبي. فانا اللي انا عايز اقوله ان الاهلي خلاص اجباري ان هو لازم يجدد، بس بقى هتجدد على قدك. وبرده ما في حاجه، سقف العقود نزل. طب دلوقتي 1 مليون جنيه يجيب لك احسن لعيب في مصر؟
الاول كان بقى 7 و8 و13 و14 ما حدش بيسمع الكلام ده. مع ان خلاص بقى الاداره لازم كفايه لازم تيجي منهم. انا مش عارف ايه التشبث بالكراسي ده، ما حدش يقول له تطوعي ومش تطوعي يا جماعه عشان ما حدش يضحك. بس قصه التطوعي اللي احنا شايفينه البهدله والقصه دي والحرب مع كابتن طاهر ابو زيد وخالد زين والقصه دي وثمان سنين، لا مش تطوعي. مستحيل تكون الكراسي دي تطوعي. ما تقنعنيش ان الناس بموته نفسها تطوعي. انت ناس بالك في واحد بقاله 30 سنه و25 سنه و20 سنه، كفايه كفايه يا جماعه لازم تسلم الراي. ايه مش هتعمل مش هتعمل تاريخ تاني قد اللي اتعمل. بص كابتن حسن الحمدي تحديدا افضل رئيس نادي في مصر خلال مثلا العشر سنين اللي فاتوا، حقق ما لم يحققه اي رئيس نادي تاني وجاب بطولات ما حدش جابها. بس سنه الحياه لازم خلاص تغيير. لكن هتقول لي اصل هو عشان مبدا وعشان ان هو لازم يستمر، انا 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 مش موافق على الكلام ده. لا هو تشبث بالكراسي ان في مصلحه من وجودهم. محدش يقدر ينكر ان ان انت قاعد على كرسي رئيس نادي الاهلي او مجلس اداره الاهلي ده باور، باور بيديك باور في تعاملاتك في كل حاجه في الدنيا. فانا هي المفروض ان كنت اتمنى ان الختام يبقى بطريقه احسن من كده وبعده يعني ترتيب للاهلي احسن من كده. بس هي خلاص اتصور ان الوسط الرياضي كله والناس كلها مهيئه ان الاداره تتغير واللعيبه تتغير. ويا جماعه الاهلي اكبر من اي حد يعني. انا مفيش مشكله، مش لازم انا اقعد 50 سنه على الكرسي، ايه المشكله اسيب الفرصه لغيري. بس اللي انا عايز اقوله اسلام، ايه رايك برضه في اعتزال اللاعبين؟ كلامي على اعتزال كابتن وائل جمعه او محمد ابو تريكا والوضع الحالي في النادي الاهلي. ابو تريكا من الناحيه الفنيه انا شايف ان هو يكمل لو اداره النادي الاهلي عايزاه يكمل. حسن حمدي تحديدا مش عايزه يكمل وعلشان كده مش عايز يتكلم معاه ويقول له تراجع عن الاعتزال. وبمكالمه تليفون واحده زي ما الخطيب جاب ابو تريكا للنادي الاهلي يقدر بمكالمه تليفون واحده يخليه يكمل سنه كمان. لكن اداره النادي الاهلي مش عايزه ابو تريكا يكمل ومصدر له هدي خشبه من نفس الفصيل ونفس الجماعه على اعتبار ان هو يقنعه. لكن زي ما بكلمك بمنتهى الامانه من الناحيه الفنيه ماليش دعوه باي مواقف سياسيه. ابو تريكا ان الاهلي هيتاثر بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه لان اصبح النادي الاهلي زيه زي اي مركز شباب. انا بكلمك وانت على مس يعني لا زيه تاني لفظ قوي ده شويه. لا مش قوي زيه زي اي مركز شباب من غير ابو تريكا. لا بطولة افريقيا دي دوري مدارس مش علاقه. لا سيبك انا كنادي مطلوب مني اخد دوري لا محلي. سيبك بص مطلوب مني اخد البطوله القاريه فباخدها. لكن على مستوى الأهلي العالمي انا يعني لسه المستوى مش كويس. بص النادي الاهلي بس يعني لفظ مركز شباب لو يعني لو طبقت لو طبقت اللوائح امال الانديه الثانيه تبقى ايه بقى اللي هي ما بتكسبش ما بتاخدش دوري ما بتاخدش. لو طبقت اللوائح بعداله النادي الاهلي هيبقى زيه زي اي نادي تاني. لو طبقت اللوائح بعداله يعني ايه؟ هم عارفين كويس جدا في النادي الاهلي وفي الانديه الثانيه وفي نادي الزمالك. عايز اقول لك ان في من ضمن الاجتماعات اجتماع لجنه البث الفضائي الاخير الطلب من الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك ان يتم تمييز النادي الاهلي في حقوق البث الفضائي علشان النادي الاهلي يوافق انه يرجع للجنة البث ولجنة الأندية وما يعملش مشكلة على إذاعة المباريات وبيع المباريات للتلفزيون. عايز أقول لك إن لو كان كابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي هو رئيس لجنة الأندية دلوقتي كانت الأمور اختلفت تماما. وإلى الآن النادي الأهلي وهاني بوريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي بيحاولوا قدر الامكان ان ما يتمش اتمام التعاقد رسميا مع التلفزيون مقابل 70 مليون جنيه. واتحاد الكره تلقى عرض من احد رجال الاعمال من شركه اعلانات شركه دعايه واعلانات بشراء الدوري عن الموسم الاول مقابل 75 مليون جنيه، الموسم الثاني 110 مليون جنيه، الموسم الثالث 120 مليون جنيه. صاحب الشركه ديت هو احد اصدقاء الكابتن حسن حمدي وهاني ابو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. المساله انك تكسب البطوله مش داخل المستطيل الاخضر وبس. المساله بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه في مصر وفي افريقيا النادي الاهلي مهيمن ومسيطر على الامور داخل الملعب وخارج الملعب. دلوقتي البساط بيتسحب من النادي الاهلي علشان كده النادي الاهلي بيحاول وبيقاتل بشكل كبير جدا.
وبيعاونوا في دوت. هاني بوريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وبسيطرته على اتحاد الكرة، وده سبب الأزمة. لكن النهاردة لما النادي الأهلي بيخرج بره إلى جانب الأمور الفنية اللي النادي الأهلي مش يعني بيعاني منها في الفترة الحالية، بتجد أن الأهلي بيتغلب 5، لأن ده وضع طبيعي من الناحية الفنية، لأن ما فيش سيطرة على البطولات الدولية أو كأس العالم للأندية. الأهلي بيكشف لما بيخرج بره في كأس العالم للأندية إذا كانت الحالة اللي بقولك عليها الحالة الفنية سيئة، وفي نفس الوقت ما فيش سيطرة على الأمور اللي خارج المستطيل، لكن داخل المستطيل، لكن في الدوري المصري وفي الاتحاد الأفريقي تحديدا اتحاد الكرة في الفترة اللي فاتت والاتحاد الأفريقي هناك سيطرة، والمسؤولين السابقين في اتحاد الكرة والحاليين في اتحاد الكرة والمسؤولين في النادي الأهلي يعلموا تماما اللي أنا بقوله، يعلموا تماما دور حازم الهواري مع النادي الأهلي فترة من الفترات، أحد المسؤولين السابقين فترة من الفترات قال لي تحديدا طول ما احنا موجودين ده في اتحاد الكرة النادي الأهلي لازم ياخد الدوري. طيب مع قبل ما اخش في موضوع الزمالك وملف، عايز تقول حاجه تانية في الاهلي؟ لا انا بكلمك بس على الوضع داخل الكره المصريه في الفتره الحاليه. ابو هيبطل نفسه هو، يعني هو واخد قرار ولا اللي بيتكتب ده كله؟ ان ابو تريكه لغايه دلوقتي ما طلعش واعلن هو بنفسه. زي ما بقول لك، هو ابو تريكه كان متوقع ان اداره النادي الاهلي هتكلمه وتطالبه بالتراجع عن الاعتزال، لكن اداره النادي الاهلي ياخد قرار الاعتزال خصوصا بعد الوقائع زي ما بقول لك اللي صدرت منه خلال الفتره اللي فاتت. عايز تضيف حاجه في الاهلي؟ لا، بالنسبه للعروض برضو انا قلت ابو تريكه، انا كنت اتمنى انه يبقى الختام احسن من كده، بس اظن ان هو بعد البطوله دي هيفكر 100 مره، اصل برضو الناس بتفتكر اللي بالاخر، فدي برضو المنظر مش هيبقى كويس والله اعلم يعني. فلسه انا لسه مش متوقع. لا لكن بالنسبه للعروض اللي اسلام بيقول عليها دي، يعني برضو فعلا دي في عروض وهميه بتيجي من الاهلي انها بتعرقل ان التلفزيون يشتري 70 مليون، يعني النهارده لسه برضو عرض ب 150 مليون لشراء الدوري. دوري الموسم ده هو عشان احرج اتحاد الكوره بالظبط، انت بتحرج الانديه واحرج وزاره الرياضه، لان انت النهارده هيقول لك اهدار ملعب يعني عرض كبير اكبر من عرض التلفزيون مع الوضع طبعا. هو لسه لجنه الانديه ما مضتش على العرض جامد شويه، لسه العرض جامد شويه. هو المفروض كان يعني يوم الخميس وتاجل، انا سامع يعني لغايه دلوقتي سامع ان ممكن يتاجل للسبت او الحد، لكن زي ما بقول لك الجزئيه ديت علشان حاجه واحده بس، هو ان انا احرج الجهه الاداريه او توقف لغايه ما يتصرفوا اتحاد الكوره مع الوضع في الاعتبار ان هناك فارق كبير جدا ما بين ان انت بتتعامل مع الدولة وهو التلفزيون، وبالتالي انت ضامن فلوسك ماشي حتى ولو كان المبلغ اقل، وما بين ان انت ممكن تتعامل مع شركة ان هي ممكن خارجية ممكن تنصب عليك في اي وقت، وعروض غير جدية ممكن تتعرض لاي ظروف اقتصادية. يعني قالوا له اقعد بتاع 150 دول واتفقوا 150 مليون ما قعدش، يعني هو بس انه بيديك عرض يعني قالوا لصاحب الشركة اللي جايب العرض ابو 150 مليون معروف ومعروف وعارفين ان هي من الاهلي، فهو بس مجرد عرقلة مش من الاهلي، هو ممكن يعني ليه علاقة لا مثلا من الاهلي ده كلام اكيد. طيب هتقولوا حاجه تاني في قصه ان انا عايز اعرف تفاصيل برضو الدوري هيحصل فيه ايه بالنسبه للقنوات، لكن هنطلع فاصل هيحصل فيه اللي احنا بنقوله لك اهو في الاخر ايه اللي هيحصل، انت دايما بتقولوا لي اللي من الاخر يعني. اما حسن حمدي يوافق ان الدوري يتلعب، الدوري هيتلعب. ده اخر كلام عندك؟ اطلع فاصل. والاستاذ احمد اخر كلام عندك ولا انت متفق معاه ولا مختلف؟ لا في ايه في النقطه دي؟ لا الدوري هيتلعب ان شاء الله، هيتلعب سواء كابتن حسن وافق او ما وافقش، يعني هيتلعب ان شاء الله. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف بقى نادي الزمالك. الاستاذ احمد الخضري عنده كواليس كتير في نادي الزمالك والحاجات اللي بتحصل في نادي الزمالك الفتره القادمه، واسلام برضه تعال ادينا حتتين كده اكيد يعني، لكن بعد الفاصل ان شاء الله.